مجموعة أشام. اليوم قمنا بهذا اللقاء مع الصحافة باش نبينوا الرأي العام، المنظور ديالنا للتعليم العالي والتعليم العالي كيف تنشوفوا هنا في داخل مؤسسة أشام، وشنو هو البرنامج ديالنا الثقافي والاجتماعي اللي تنويو نقوموا به في مدينة مكناس باش نساعدوا هذه الجهة وهذه المدينة باش تقوم بالدور ديالها اللي تقوم به واللي قامت به مدة عقود ومدة أجيال اللي اليوم خصها تقوم به. فلذلك اليوم قدمنا الموديل الجديد للمؤسسة اللي قدم البرنامج ديالو الثقافي والاجتماعي واللي تهدف منه على أنه يكون عنده واحد الهاجس، واحد قفزة نوعية لمدينة فاس والحياة الاجتماعية أو الثقافية في هذه المدينة. شكرا.